نروح للبحر كله 3-4 ميل بس ويرجعوا ما يخلوش يدخل داخل البحر داخل تصطاد تكون مجهز تجهيزه ب 70 80 الف تجي تحصله ما فيش ماكل ما تحصلش سمك لانه انا من اقول لك رجع ترجع تبي لو ماك شويه حوت تبيها ما تحصلش هكا التجهيزه تتحمل ديون فوق ديون فوق ديون ابول الناس عقده اكدوا الناس من البحر اكدوا الناس من كل مكان ما يقدروش يطلب الله ما يقدروش يقول كل واحد يكلم باقوت يومه كنت اشقى والله في صنبوق حق عمي فارس يحيى سالم صديق قصفوا عليهم في الحيمه فالحين اصبحنا لا شغل ولا حاجه جالسين هنا